ايه الموقف اللي وجعك مني قوي، ضايقت مني فيه قوي واتوجعت، حسيت يعني ضايقتك جامد وقبل ما تحكي انا اسفه يا روحي؟ انا صغير شويه زعقتي لي جامد جدا لدرجه ان انا فضلت قاعد في الاوضه لبقيه اليوم. ايوه صح حصل، وكنت قاعد زعلان ساعتها وما كنتش طبعا ما طلعتش انا ابدا نهائي، ولا كنت باكل ولا كنت بشرب. فده الموقف اللي انت زعلتني انت لسه زعلان مني؟ لا بجد حبيبي. اما بيحصل وده العادي بقى بينا، ان تقريبا كل يوم بنتخانق بنزعق اكيد بيحصل خناقه بينا، مش خناقه بس بيبقى فيه سوء فهم ما بيننا، ببقى انا عايزه حاجه وانت مش فاهمني فيها، وانت عايز حاجه انا مش فاهمك فيها، بتقول عليا ايه بقى؟ ليه مش فاهماني؟ ليه مش عايزاني؟ مش عايزين ان انا اكون انا السن، مش عايزاني ابقى في السن اللي انا فيه. ده جيل قديم وعدى، انا جيل غيركم. متخيلني لما اكبر اكتر هكون عامله ازاي في حياتك؟ انا بتخيلك ان انت ممكن تديني مساحتي اكتر. ايه اكتر كلمه بقولها لك في البيت ما بتعجبكش؟ علي والنبي معلش انا اسفه يا علي، انزل هات لي ده. انت بتقلدني؟ الله انا بعمل كده؟ امال انا بكدب؟ ايه اكتر نصيحه قلتها لك وبتفتكرها دايما وبتفرق معاك؟ ان انا كل واثق من نفسي، ان انا ما حدش يفرض رايه عليا. ايه الدعوه اللي دايما بتحب ان انا ادعيها لك؟ بحب ان انت تقولي لي ربنا معاك. انا في رساله عاوز اقراها لك. ماما حبيبتي انا معاكي ومش هسيبك ابدا، ومش عايزك تخبي عليا اي حاجه علشان انا ماليش غيرك، علي حبيبك وابنك. انا كمان كاتبه لك رساله بس طويله شويتين. علي حبيبي انا بحبك جدا، وعارفه ان انت بتتضايق من اوقات الشغل عشان بسيبك كتير ما بلحقش اقعد معاك. ايوه انا عارفه، انا نفسي تبقى احسن حد في الدنيا، ويمكن حياتي وشغلي دولت علشانك، علشان اخليك كل نفسك فيه نفسي اجيبه لك. مش عايزاك تزعل مني لو قصرت معاك في اي حاجه، انت الامل اللي انا عايشه بيه، انت سبب قوتي في الدنيا، بحبك. روحي.